حي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بيعقد جلسة حوارية تحت عنوان تطورات قضية المياه، ده بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعدد من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية، ده لإجراء حوار موسع حوالين تطور قضية المياه والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الإطار. طيب إذن للتعقيب على هذا الأمر، وطبعا هي قضية المياه هي قضية حيوية، وطبعا الاجتماعات دي ممكن يكون من خلالها بتتفتح كثير من الأفكار وكثير من الرؤى وكذلك المعالجة الإعلامية طبعا، لأن الإعلام هو جزء أصيل من أي تطور في أي ملف في المجتمع. خلونا نعرف مزيد من التفاصيل من خلال زميلي خالد أحمد موجود معنا دلوقتي على الهواء مباشرة. تفضل يا خالد. صباح الخير هشام، برحب بيك وكل السادة المشاهدين. بالتأكيد طبعا النيل هو شريان الحياة لكل المصريين، النهارده هيتم تنظيم جلسه حواريه بين السيد وزير الري محمد عبد المعاطي وايضا السيد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لمناقشه اهم القضايا اللي من ضمنها طبعا قضايا النيل واداره المياه. طبعا هنتكلم ان في تحديات وصعوبات بنواجهها، من بدايتها التغير المناخي، احنا بنتكلم ان بعض الاحيان بيكون في جفاف في فيضانات، احنا بنتكلم ايضا ان مصر هي دوله جافه وبتستخدم 97% من مياه النيل، و100 مليون مصري عايشين على شريط ضيق هو بين الوادي والدلتا. ولكن النهارده هيتم مناقشه عدد من المحاور الرئيسيه لاداره المياه، من اهمها هو تحسين نوعيه المياه. طبعا المزارعين المصريين في خلال السنوات السابقه 800 ألف فدان تم ري الأرض بنظام التنقيط بدل الغمر، ده طبعا أدى إلى زيادة الإنتاجية وإيجاد فرصة أخرى للري. طبعا في إحنا بخصوص الزيادة السكانية بتزيد كل سنة ما بين 2 مليون إلى 2 مليون ونص مواطن، يعني على مدار العشر أعوام السابقين هشام إحنا زدنا 25 مليون مواطن، 25 مليون مواطن بيستهلكوا 2.5 مليار متر مكعب من المياه، فلازم ايجاد حلول بديله في الزراعه. فيعني تم استبدال حوالي 75% من نظام الغمر الاراضي الزراعيه لتوجيهها للاستخدام المصريين، وطبعا ده ادى الى تقليل نوعيه من الزراعات، يعني نتكلم عن الرز عن الموز عن القصب، وطبعا ايجاد حلول بديله للمزارعين لرفع الوعي ليهم سواء بتبطين الترع. احنا بنتكلم ان تم تبطين حوالي 4000 كيلو من الترع، ده بيؤدي طبعا الى تنظيم عمليات الري بجانب تنقيط الاراضي، حتى السماد بقى استهلاك السماد العضوي لتوفير الطاقه، وده بيؤدي الى زياده للمزارع والاستفاده ليه، ان هو يقدر دلوقتي ينتج اكتر ويصدر ويجلب عملة طبعا صعبة لي وللبلد. جانب محور آخر وهو محور تحسين كفاءة استخدام المياه، وده محور مهم جدا. احنا بنتكلم دلوقتي في بعض المدن الساحلية سواء الساحل الشمالي أو الساحل الغربي، تم تنظيم وإنشاء محطات تحلية مياه البحر بتكلفة المليارات لاستخدامها للمواطنين اللي هناك. طبعا دي بتستهلك وليها فائده للمواطنين، انت بتحلي مياه البحر وبتخليها ميه عذبه. من ضمن ايضا طبعا تحليه مياه الصرف الصحي اللي بنستخدمها للاراضي الزراعيه، انت بتدور المياه الزراعيه حوالي 3 مرات، ودي من اعلى الكفاءات في افريقيا، اللي طبعا بيتم النهارده تسليط الضوء والحديث عن التعاون المثمر في القاره الافريقيه، ان احنا دول حوض الديل ودول المصب ان احنا هننشئ فيها طرق. طبعا دي خطه استراتيجيه حتى 2050 انشاء طرق انشاء قطر، طبعا ده هيؤدي الى تكامل هذه القاره والاستخدام الافضل لاداره المياه. تنميه الموارد ايضا هشام، تنميه الموارد المائيه عندنا كتير، يعني زي القناطر الخيريه طبعا استهلكت بقى لها فوق ال 200 سنه في قناطر بيروت واسيوط، ان انت بتعيد رفع الكفاءه العامه للاستفاده
منها للقرى والنجوع، ده شفناه طبعا في مبادرة حياة كريمة.